زي ما شفتوا طبعا ضيفتنا اليوم الفنانة بلقيس. وليش السبب انه اليوم يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة؟ وفي تتكاتف الجمعيات الرسمية والأهلية المعنية حول العالم في التوعية بشأن العنف ضد النساء والفتيات الذين أو يمس سلامتهن الجسدية والنفسية أيضا. المزيد في التقرير التالي، لنعود بعدها ونفتح الحوار مع بلقيس فتحي. يقف العالم اليوم متكاتفا بوجه العنف ضد المرأة في يومه العالمي، والذي يعتبر العنف المرتكب ضد المرأة بكل أنواعه من أكبر وأخطر خرقات حقوق الإنسان التي ترتكب ضدها. والعنف ضد المرأة منتشر بشكل كبير في العالم، حيث تفيد إحصائيات الأمم المتحدة بأن امرأة واحدة على الأقل من أصل ثلاث تتعرض للعنف من قبل شخص قريب على الأغلب. وتضيف الإحصائية أنه في عام 2012 فإن واحدة من كل امرأتين في العالم قتلت من قبل الشريك أو أحد أفراد عائلتها، مقارنة برجل من كل 20 في نفس الحالة. وبمناسبة هذا اليوم، تنشط الجمعيات الرسمية والأهلية المعنية حول العالم بالتوعية بشأن العنف ضد النساء والفتيات الذي يمس سلامتهن الجسدية والنفسية. حملات جماعية وفردية يتم تنظيمها في هذا اليوم تشمل مبادرات لمشاهير، من أبرزهم عربياً المطربة الإماراتية بلقيس فتحي، التي أبدت رغبتها في دعم قضية النساء المعنفات في الشرق الأوسط عن طريق مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي بصور لها ممثلة تلك النساء. And the UN Women's Global Goodwill Ambassador, Emma Watson. أما عالمياً فقد تم تعيين الممثلة البريطانية إيما واتسون سفيرة النساء للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة منذ 6 أشهر، وهي تسعى لإطلاق حملة نسوية لحماية النساء من العنف ضدهن. رشا خياط، العربية. إذن تنضم إلينا في الاستوديو الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي. صباح الخير بلقيس. صباح الورد، صباح الخير جميع المشاهدين. طبعا احنا يعني شفنا في التقرير بعض الإحصاءات اللي هي مفجعة، وشفنا الحملة اللي انت أطلقتيها. ايش اللي دفعك بالأساس انك تطلقي هذه الحملة تحديدا؟ هو أنا في الحقيقة من عامين يعني بالضبط تكلمت عبر قنوات الام بي سي انه يعني في رسالة مجتمعية احملها على عاتقي، ولكن أنا كنت أنتظر الوقت المناسب صراحة. يعني في ذاك الوقت ما كنت لسه مستعدة، كنت لسه في بداية مسيرتي الفنية، ما عندي عدد متابعين كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لن أكون مؤثرة بهذا القدر يعني زي الحين. بس قلت أنه أنا عندي قضيتين بالأساس، القضية الأولى اللي هي قضية النساء المعنفات في الشرق الأوسط، والقضية الثانية اللي هي قضية أطفال الشوارع. وعموما بعد البحث والتحري في أطفال شوارع نسبتهم كبيرة جايين من نساء مغتصبات معنفات. أيوة. فالقضيتين نوعا ما مترابطات مع بعض، فأعتقد أنه الآن يعني الوقت أصبح أفضل للحديث عن هذا الموضوع. جات بادرة من مجلة زهرة الخليج مشكورين، شجعوني على موضوع المكياج. طبعا أنا ما تعرضت للضرب لأنه في ناس كثير افتكرت أنه فعليا تعرضت، لكن الحمد لله لا. لأن العنوان كمان كان هكذا تعرضت للضرب. نعم. هو منشط بس عشان يجذب الانتباه طبعا. لكن القضية كانت من الأول شدتني، وأعتقد أنه الآن الوقت قد أزف لبعض من الخدمة المجتمعية بدءا بهذه القضية. طب بلقيس، بما أنه تحدثنا عن الصور، إحنا الحين طبعا شايفين الصور اللي نشرت في مجلة زهرة الخليج، تعرضت لكم هائل كمان من الانتقادات. الناس تحدثت عن أنه كيف معنفة وطالعة مسوية شعر موديل كل مره مختلف وميك اب، ويعني انه مجرد مكياج، يعني حسوا انه الموضوع شوي غريب وانتقدوه. كيف تردي عليهم؟ هو احنا للاسف عندنا مشكله في الوطن العربي، دائما نلتفت للقشور وننسى القصه الرئيسيه او الهدف الاسمى من هذا الموضوع. هو طبعا اكيد يعني لا قوابل من الانتقادات زي ما قلتي، بس بنفس الوقت ناس كثير اثر فيها الموضوع ووصلتني رسائل بالعشرات. يمكن لسه ما في، مو كل الناس عندهم جرأة انها تتكلم عن قصص حقيقيه في نساء في المستشفيات الان بيتعالجوا كذبا انها وقعت من مكان او تعرضت لاصابه بشكل او باخر، بس ما تذكر انها يعني اصيبت من قبل رجل او زوج او اب او مهما ايش مكان. القضيه هنا انا ليش حطيت ميك اب وليش سرحت شعري؟ اللي ابي اوصله فقط للناس انه مو كل انسانه معنفه تخرج الشارع وشعرها منكوش وكدماتها باينه، بالعكس في نساء مجتمع، سيدات مجتمع مرموقات جدا، صاحبات يعني مراكز عليا في المجتمع
معنفة أيضا، مهانة وممتهنة كرامتها في البيت، وبرا البيت حاول أنه تغطي هذه الجروح، لكن شوف أنه دوب لسه طالعة. هذا فقط إشارة إلى أنه أنا مجروحة من الداخل قبل ما أكون من برا، حتى لو كنت مرتبة ومتعدلة يعني مو بالضرورة أنه أنا أطلع بالشارع شعري منكوش ووجهي متبهدل يعني هذا وجهي متبهدل فقط عشان أثبت أنه القضية قضية امرأة معنفة، لكن قد تكون سيدة مجتمع محترمة جدا. طيب بلقيس، يعني أثرتي القضية وفتحتي النقاش الآن في هذا الموضوع، كيف ناوية تفعلي هذه الدعم لهذه القضية؟ هو بالأول إحنا عندنا مشكلة أنه الإحصاءات غير دقيقة في الشرق الأوسط، لأنه ما في حالات تذهب إلى الشرطة فعليا لتشتكي. القوانين أيضا غير واضحة في بعض الدول العربية، يمكن إحنا الحمد لله في دولة الإمارات عندنا قوانين صريحة واضحة بما يخص المرأة المعنفة، في قانون وفي تعهدات وفي دور للإيواء بالنسبة للسيدات العربيات اللي ما مثلا تطرد من المنزل، ضربت وطردت، في قانون صريح في دولة الإمارات. لكن في قوانين قد تكون موجودة، مثلا لبنان اليوم أنا قرأت أنه في قانون وجد للحفاظ على الأسرة والمرأة المعنفة تحديدا، لكن يمكن في نساء كثير عربيات ما يعرفوا بهذا الخصوص، ربما في المغرب في مصر وفي الدول الأخرى. اليوم أحمل على عاتقي، طبعا هو مش جهد فردي، هذا يجب أن يكون جهود يعني مترامية الأطراف زي ما يقولوا، يعني جهود دور الإيواء، جهود قانونية. أشخاص أحد أصحاب قرار، والله جتني رسائل من أصحاب قرار، يعني أمس جاتني رسالة من المملكة العربية السعودية. في جهود الآن للبدء بالتحدث، تشجيع النساء على إطلاق ما بذواتهن يعني علشان يتكلموا بهذا الموضوع. الشيء الثاني إحنا نبي نوضح أنه العنف ليس فقط بالضرب والكدمات، يعني في عنف نفسي عبر السب والقذف، وفي إجبار على إجهاض، وفي إجبار على عقم، في تشويه الأعضاء التناسلية، سوري الكلام هذا، وفي بنات متحرش بهن، وفي نساء مغتصبات، وفي نساء تحمل من اغتصاب وتطلق طفل في شارع فيسمى ابن الشوارع يعني، أو طفل شوارع. قضية متشعبة جدا. فتحاول أنه الآن إحنا نحاول نجيب الإحصاءات ونحاول نبلغ النساء أين تلجئين وإيش هو القانون اللي في صالحك الآن في الدول العربية. إذا لا يوجد قانون نحاول أنه إحنا نساعد في سن قوانين علشان تحفظ حقوق المرأة العربية، واللي تستحي اليوم بكرة إحنا ما نبيها تستحي ونبيها تتكلم وتصرح. يمكن هاي النقطة الأساسية يمكن الحملة تركز عليها، أنه هو خلاص يعني شيء واقعي أو واقع مرير صار لازم الحديث عنه. عادة اللي يختار يعني قضايا اجتماعية تكون يعني له علاقة أو يعني تكون مقربة له يعني لسبب ما، فأنا هنا أحب أسألك، هل أنت يعني أكيد إن شاء الله ما مريتي بتجربة، بس يعني شفتي شيء من عائلة مقربة لك فعشان كده يعني أنت مهتمة بزيادة في الموضوع، ممكن تحدثي عنها؟ حالتين الحقيقة حركوني كثير، واحدة منهم صديقة عزيزة جدا تعرضت للضرب فسبب لها كسور في الفك وكسور في اليد، واضطرت طبعا الحمد لله قلت لك احنا في دولة الإمارات عندنا قانون، ذهبت إلى مركز الشرطة، شجعتها جدا حقيقة يعني، لا خافت لا من أهل ولا خافت من اسم ولا سمعة، عموما احنا عندنا حفظ للسمعة والاسم. صحيح. ما في أي شيء يطلع، كل الأمور تكون خاصة وتسوى بين الأطراف. كتبوا تعهد وكان في قانون رادع وحصلت على الطلاق يعني بسرعة. النسخة الثانية هذه نسخة صعبة جدا خارج دولة الإمارات، كان زوجها مطلقها وطالب أنه يرجعها، ما رضيت ترضخ للطلب فدعمها بالسيارة في الشارع أمام المرأة ومسمع من الناس، وأصيبت جاتني بعد الحادث بكم من ساعة، رفضت تروح المستشفى ورفضت تتكلم ورفضت تشتكي عليه في قسم الشرطة لأنه رجل قانون يعني. هذه كمان مشكلة. وكانت يعني إيش خافت من التبعات يعني إنه إيش يسوي فيها؟ حالة يرثى لها، البنت مكسرة وكدمات والمنطقة هذه سنها طاح وتبهدلت مزبوط، وكل هذا على مرأة ومسمع من الناس في الشارع فقط لأنه رجل قانون ولم تستطع أن تتكلم. هذول قضيتين الحقيقة يعني قالوا لي لا معليش، يمكن أنا بكرة أكون في مكانهم، اشتراني واشتراك. طب بلقيس يعني بالضبط سلامتك من أي ضرر، بس أنت مثلا على مواقع التواصل يعني كثير ناس بيتعرضوا لأنواع من عنف لفظي وإساءات لفظية وما إلى ذلك، طبعا يعني أخفية من العنف الجسدي بطبيعة الحال، ما نبغى نقارن الاثنين ببعض، بس أنه كيف بتأثر فيكي هذه الأشياء، خصوصا يعني اللي يتابع حسابك يدخل المنشن عندك يفاجأ. نعم، هو المشكلة ليست فقط لدي، المشكلة على مستوى العالم كله، في يعني أزمة أخلاق.
من الآخر، يمكن سارة تعاني، مهيرة تعاني، أي أحد من الناس اللي متواجد بوسائل التواصل الاجتماعي ومن المشاهير، هذه ضريبة شهرة. المقارنة الآن بمسألة العنف، لما يجيك عنف من شخص ما تعرفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث بلفظ معين أو يقذف، هو ما يعرفني ولا أعرفه، لكن لما يكون زوجي أو أبوي أو أخوي ينعتني بألفاظ سيئة جدا تأثر علي، كيف ممكن أنه أنا أقوم سلوكيا ونفسيا وأنا امرأة نصف مجتمع بكرة راح أكون مسؤولة عن أطفال؟ صحيح. كيف أستطيع أنه أنا أقوم سلوك أطفال إذا كان أنا عندي اضطراب نفسي لم يعالج بعد وما في أحد يشد على إيدي؟ بلقيس، نحن طبعا نهنيك على هذه المبادرة ونتمنى لك كل التوفيق في إن شاء الله يعني إيصال صوتك لأكبر عدد ممكن، وبالفعل يتم اتخاذ قرارات، ما يكون يعني تكون ختام الحملة قرارات إن شاء الله نشوفها على أرض الواقع. نتمنى لك كل التوفيق. أنا شوفي بالنهاية يعني أمامكم أمام الناس، أنا لا أبحث عن لقب ولا أبحث عن شهرة زائدة من الموضوع هذا ولا شيء، نحن فقط نحاول أنه نزيد الوعي بالموضوع الآن، وتتضافر الجهود خصوصا من ذوي الشأن في هذه الأمور على مستوى منطقة الخليج تحديدا والشرق الأوسط، علشان نحل هذه القضية واروح بعدين أنا لقضية أخرى. كنا حابين طبعا المرة الجاية نستضيفك تغني لنا إن شاء الله. لما يكون الوضع أروق. بالضبط، اليوم احنا متضامنين ضد العنف ضد المرأة. شكرا جزيلا للفنانة الإماراتية بلقيس فتحي اللي نورت صباحنا اليوم. أهلا وسهلا. أهلين أهلين، شكرا.